الناس الكل بعد شوية يكون بحضنا منجي الراحوي النائب في البرلمان، ولكن قبل موضوع التنقل بين الولايات والتراخيص خاصة هل هي ممكنة ولا لا في فترة عيد الفطر، معنا سي خالد الحيوني الناطق الرسمي لوزارة الداخلية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا لك سي الحيوني على قبولك الدعوة، لأنه نعرف الأسئلة عديدة، ولكن احنا باش نفهموا معاك موضوع التراخيص. نعرف أنه فما بعض الولايات أعلنوا رسميا أنه الولايات متاحهم ماهيش باش تكون مسموح الدخول أو المغادرة في فترة عيد الفطر، ولكن فما ناس في الأثناء عندها تراخيص. تراخيص هذية اللي هي نستعملوها كل يوم باش نمشي ونخدمه للتنقل، والبعض الآخر عندهم تراخيص استثنائية في علاقة بتنقلات أخرى. هل التراخيص هذية سي خالد الحيوني يمكن أن تكون هي اللي نتنقلوا بها في العيد، هي صالحة للتنقل بين الولايات في عيد الفطر؟ هات خلينا نفسروا ساعة مفهوم التراخيص هذه باش المواطن يبدأ عنده معناها الأمور واضحة، ومن بعد نفسروا فيما يخص العيد. بالنسبة للتراخيص كما تفضلت سيادتك، وأنها هي تراخيص ممنوحة لأشخاص، احنا على التذكير احنا كنا على مستوى مرحلة الحظر الصحي شامل، وتويك على مستوى حظر صحي موجه، يعني لم يرفع الحظر الصحي، وإنما دخلنا في مرحلة أخرى اللي هي يسمح فيها لبعض القطاعات خاصة المهنية بمزاولة بعض المهام، وعليه فإنه هذايا لا يعني وأنه الحظر الصحي رفع بصورة نهائية، وإنما هي درجة أخرى من درجات الحظر الصحي. الناس اللي قاعدين يتنقلوا في الفضاء العام كما أنتم مثلا القطاع الصحفي قاعدين يتنقلوا من أجل تأمين استمرارية بعض المرافق العامة والخاصة والتصاريح أو بالأحرى التراخيص اللي قاعدين متحوزين بها، هذيك راهي أسندت لهم لأداء مهامهم باش يتحركوا بها بمناسبة أداء مهامهم، ماهيش تراخيص للتجوال. باهي برشا، دونك التراخيص لأداء المهام هذيك ليست صالحة للتجوال، دونك هذوما نحطوهم على شيرة. باهي، فماشي أنه نوع آخر من أنواع التراخيص. فما تراخيص، فما التراخيص الاستثنائية واللي هي كان معمول بها منذ بداية الحجر الصحي الشامل والموجه، اللي هي تهم الناس اللي عندهم ظروف طارئة أو معناها أمر ملح جدا، وهذا المقصود بالأمور الطارئة أو الأمور الملحة هي الحالات الصحية المؤكدة اللي يتنقل على أثرها شخص معناها لتلقي العلاج، أو لا قدر الله معناها أمور إنسانية اجتماعية ملحة جدا، لا قدر الله أمر جلل أو عيادة مثلا شخص معناها في حالة صحية معناها صعيبة برشا، أو أمر معناها يتعلق بتسوية وضعية قانونية، أو ربما تحرك لتفادي وضعية من الوضعيات هذه، كان الانسان باش يمشي معناها يقوم باجراء معين باش ما يفوتش عليه وقت، وان ربما هذوما زادة ما همش صالحين بالنسبه للتنقل بين الولايات في عيد الفطر. فيما عدا هذايا هذوما زادة كلهم هم صالحين باش يكون الامور واضحه، راهو تنقلات بين المدن غير مسموح بها، وبتقعد الاجراءات ساريه المفعول. واضح هذا المبدا بكل وضوح، التنقلات بين المدن في عطلة العيد غير مسموح بها. سمحني، التنقلات بين المدن وإلا بين الولايات مش مسموح بها، لأنه في داخل الولاية فما مجموعة من المدن باش تكون أمور أوضح وباش تكون معناها إداريا أوضح، التنقل بين الولايات ممنوع، وعليه معناها كل انسان مثلا باش يخرج من تونس العاصمه باش يمشي الولايه من الولايات بغايه التزاور والا بغايه معناها تاع العيد هذايا راهو ماهوش مسموح بها، وهي ما تدخلش في خانه الاستثناءات مقارنه بالاجراءات المعمول بها بصفه استثنائيه في اطار فيروس كورونا اللي ما زلنا نعيشه في اطار الاجراءات القائمه على مكافحته على مستوى الحجر الصحي الموجه. وانا يعني نشكرك برشا سي خالد، واضح جدا الاجابه انه المبدا وهو الذي باش تخدموا به، معناها المبدا هذايا هو عدم امكانيه التنقل بين الولايات في فتره عيد الفطر بقطع النظر اذا كانت الولايه هذيك اصدرت قرار غلق الولايه والا لا. واضح. ثاني حاجه معناها بالنسبه للقرارات او بالنسبه بالاحرى بالنسبه للتراخيص هذيك راهي غير ساريه مقول، لانها اسندت من اجل اغراض معينه وواضحه، سواء كان لتامين استمراريه بعض المهن اللي تدخل في خانه الحجر الصحي الموجه، والناس اللي عندهم امور طارئه او امر جلل لا قدر الله هي تراخيص منحت لهم بصوره وقتيه، وللموضوع هذاك تنتهي بانتهاء الموجب نتاعها. الانسان مشى باش لا قدر الله في تحرك معناها في امر جلل، بمجرد انتهاء المناسبه هذيك وعودته الى مقر اقامته انتهى الترخيص، لانه اسند له بالمناسبه هذيك، وان شاء الله حتى حد ما يعود عليه ربي غيار معنا. شكرا لك خالد الحيوني الناطق الرسمي لوزاره الداخليه، التوضيح مهم وجاء في وقته على خاطر الكلنا نتسائلوا على الموضوع هذايا. قال عيب باش يعيد في تونس. قال عيب باش يعيد في تونس.
من جراحي باش تعيط في تونس. مرحبا. اهلا وسهلا. ماكش مروح. هانيك ولا نائب انت عاد. عندك حصانه. تنجم تتنقل. نحترموا معناها.